وسط نزوح كبير للمدنيين، قصف تركي مكثف يطال 13 منطقة بريفي تل تمر وأبو رسين ضمن محافظة الحسكة. ففي الوقت الذي تحاول فيه القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيير دورية عسكرية مشتركة بريف مدينة الدرباسية الغربي والشرقي عند الحدود السورية التركية، المرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن إحباط عملية تسلل نفذتها فصائل موالية لتركيا تركيا شمالي منبج، والتي رد عليها مجلس منبج العسكري باستهداف قاعدة عسكرية تركية في قرية حلوانجي شمالي مدينة منبج وسط قصف متبادل بين الطرفين بالقذائف الصاروخية. عملية الاستهداف صاحبها الإعلان عن مقتل عنصر بقوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتزامنا مع التطورات الميدانية حاصلة تعزيزات عسكرية تشهدها منطقة تل أبيض شمال الرقة، حيث كشفت وسائل الإعلام سورية عن وصول دبابات ومدافع ثقيلة إضافة إلى راجمات وأعداد كبيرة من الجنود للمنطقة. من جهته عبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قسد عن قلقه من التهديدات التركية، وقال إن أي هجوم جديد سيخلق أزمة إنسانية جديدة على الأراضي السورية. المرصد أكد وجود تحركات ميدانية واسعة النطاق، مشيرا إلى تحليق لست مروحيات روسية في أجواء مناطق انتشار القوات الكردية والنظام بريف حلب الشمالي.